استقبل الفريق سمو الركن الشيخ ناصر بن حمد الخليفه مستشار الامن الوطني قائد الحرس الملكي معالي اللورد مارك سيد ويل مستشار الامن القومي السابق بالمملكه المتحده وذلك على هامش فعاليات مؤتمر حوار المنامه حيث بحث خلال لقاء سبل تعزيز التعاون في اطار العلاقات الاستراتيجيه التي تجمع البلدين الصديقين كما ناقشا ابرز القضايا الاقليميه والدوليه وقد أعرب سمو مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي عن اعتزازه بالعلاقات التاريخية الوثيقة التي تجمع بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة الصديقة مشيدا سموه بمسار تطور العلاقات الثنائية بين البلدين